البيت السياسي السني، يقال يعني أنه متفرج حتى هذه اللحظة، وكذلك الكردي، وأنه يعيد أخطاء سابقة من الحكومات السابقة ومن المراحل السابقة. ماذا تنتظرون ليكون لكم كلمة الفصل ربما في خلاف مكونات حول تسمية رئيس الوزراء؟ لماذا هذا الصمت؟ لا دكتور، احنا مو صامتين ولا متفرجين، لكن مثل ما تفضلت جنابك احنا عندنا تجربة في عام 2018. تتذكر جنابك كان هناك تحالف الإصلاح والبناء، فقسم من التحالفات السنية ذهبت مع الإصلاح وقسم ذهبت مع البناء، لكن الأخوة في فتح وفي سائرون خرجوا من الإصلاح والبناء وراحوا شكلوا الحكومة، ما استشاروا أي واحد، وبذلك نحن لا نريد أن نخطأ نفس الخطأ السابق، أن نذهب مع جهة وممكن أن تروح تنفرد وأيضا تروح مع الجهة الأخرى وتشكل الحكومة، يعني ما نريد أن نحسب على هذه الجهة مقابل تلك الجهة. اللي حدث في عام 2018 لا نريد أن هو تعرف المفهوم وين أستاذ محمد؟ أن لا يكون للسنة أو الكرد رأي في اختيار رئيس وزراء. يعني هذه العزلة تعني دا تقولون للبيت السياسي الشيعي احنا مو مشكلتنا قضية اختيار رئيس وزراء، هذه مشكلتكم انتوا، روحوا حلوها بيناتكم وتعالوا احنا نوافق عليه. هذا المفهوم السائد صار عرف. لا مو دائما، يعني بدون تسمية قد تكون هناك شخصيات لا يوافق عليها السنة ولا يوافق عليها الكرد، من الممكن يعني تعرض من كأسماء رؤساء وزراء، لا مو بهذه الطريقة، لكن احنا نقول رئاسة الوزراء شأن شيعي لكن ليس باختيار الشخصيات وتفرض على المكونات الأخرى، لا مع جل احتراماتي هذا الرؤية غير صحيحة، بل نقول أنه شأن شيعي بتوافق. ترى هذه الرؤية البيت الشيعي يقولها أستاذ محمد. لا مع البيت الشيعي يقولها أنتم مالكم علاقة بمنصب رئيس الوزراء. لا 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 لا. هذه قضية شيعية وحق أغلبية ما بين قوسين. تمام، كمنصب رئاسة الوزراء نعم، لكن كأشخاص يجب أن يؤخذ رأي الآخرين، يعني سواء كان الطرف السني أو الكردي. بالمقابل يعني أنت في الدورة السابقة في عام 2018 التوافق كان على الأخ فؤاد حسين يصير رئيس جمهورية، لكن بالانتخابات الأخ برهم صالح صار رئيس جمهورية. نعم، بخلاف البارتي واليكتي. التوافق بالضبط، كان هناك توافق، وكان إذن ليس كل ما تريده الكتل السياسية هو يمضي ويفرض على الآخرين، ولذلك نحن لنا رأي في شخصية رئيس الوزراء المقبل، وللأخوة الكرد لهم رأي، وكذلك فيما يخص رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، الأطراف الأخرى أيضا لهم رأي سواء الكتل الشيعية أو الكتل الكردية في ما يخص مناصب السنة. يا أستاذ محمد خلينا نكون صريحين، دائما أسمع اسطوانة يعني سواء من التمثيل السياسي الكردي أو السني بأنه إحنا ما لنا دخل بمنصب رئيس الوزراء، ما لنا دخل، خلي يجي البيت السياسي الشيعي متفق ونمضي معه. تمام دكتور، كمنصب وليس كشخصية، يعني أنا متفق معك. أنا أقول لك إياها مثلا في ترشيح الأخ محمد علاوي، يعني محمد علاوي أيضا كان هناك توافق نوعا ما من الشيعة، لكن السنة ما مشوا معه، يعني ما قبلوا، لو رايدين السنة أن يمشون يمضون كان يمشي محمد علاوي، لكن أيضا السنة وقفوا ما مشوا معه. على العكس مثلا عدنان الزرفي، الأخوة الشيعة في البداية ما وقفوا معه. قصدي كمنصب رئيس الوزراء نعم أنا متفق معك 100% في هذه الجزئية، لكن كشخصيات للترشيح لرئاسة الوزراء هناك رأي للمكون السني ورأي للكرد، وقلت لك بدون ذكر أسماء، لو عرضت أسماء قد يعترضون عليه الكرد ولن يمضي، وقد يعترضون السنة على بعض الأسماء ولن يمضي، إذن يجب أن يكون هناك توافق كمرحلة من التوافق داخلي ضمن البيت الشيعي، ومن ثم يكون هناك توافقات. أما ما قد ما وجهة نظر الآخرين ممكن هاي وجهة نظرهم، لكن واقع الحال لا، أنا أقول لك يختلف تماما. لو لم يتفق السنة والكرد على رئيس وزراء أيضا لن يمضي. طيب الآن لو تأخر التوافق، نعم لو تأخر التوافق أستاذ محمد، بمعنى أن يعني صارت هناك عقبات كبيرة ما بين
الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية حول التوافق بانتظار موقف كردي سني لرجحان طرف على طرف آخر. راح تمضون إلى ترجيح يعني طرف على حساب طرف آخر وتدخلون مجلس نواب لو هذا تتحفظون عليه حتى لا تتكرر مشكلة الإصلاح والبناء؟ لا، حتى أكون واضح معك، إحنا هذا الموضوع نحاول قدر المستطاع أن لا نمضي به، لأنه قد يكون وأنا أقول هذه من الممكن، قد يكون قسم من الإخوة في الإطار التنسيقي أن تتفق مع الكتلة الصدرية، من الممكن. إذا اتفقت مع الكتلة الصدرية سنمضي معهم، لكن إذا بقي الحال على ما هو عليه الآن كما هو في الوقت الحاضر، لا أعتقد أنه لا الأخوة الكرد ولا السنة سيذهبون باتجاه يعني إلا معقولة إذا وصلنا معقولة لا قدر تكون الله متفرجين طريق مسدود. حكومة لا عفوا أي طريق المسدود جيد، إلا إذا وصلنا إلى طريق مسدود شفنا بعد خلاص ما بيها نتائج وما حد يقبل، فمضطرين أنه نقعد في وقتها وممكن أن نتفاهم مع جهة وخلاص يعني نمضي بتشكيل الحكومة، لكن نحاول قدر المستطاع أن يكون هناك التوافق هو على أساس تشكيل الحكومة.